اخويا هادي شي 3 ايام حنا لقينا هاد الميكه محطوطه في الباب، ما عرفناش شنو فيها. اليوم كتعطي الريحه، خرج السيد غادي للخدمه كما العاده ديالو، تيشم ديك الريحه كنلقاو شويه ديال الدم. ناض السيد جا خو حلينا كنلقاو داك الشيء، ما عرفنا انسان ما عرفنا حيوان. جا المخزن قلب لقاها جثه ديال انسان، جا المخزن لقى جثه ديال انسان، تقلبات جات الشرطه العلميه الله يجازيهم بالخير، داو داك الشيء معاهم. حنا دابا كنطالبوا من السلطات ومن المخزن ومن القايد ومن المقدم، حتى حنا تفكرنا، حتى حنا دايرين باب، حتى حنا دايرين ناضو، حتى حنا راه انسان. راه الضو ما كاينش، كاينه بوله وحده صغيره محطوطه في الطريق، الناس كيدخلوا، وليداتنا كيجيو المدرسه، وليداتنا الكبار كيخدموا كيجيو في اخر الليل، رجالتنا خدامين. خاي حنا فقنا اخويا مع ديك 9 ديال الصباح ولا 10 الصباح، كنشوف في التواصل الاجتماعي بان كاينه واحد الجريمه في هنايا في الحومه النيت. خاي ملي سولنا وتاكدنا من الخبر، قال لك خاي واحد السيده في مقتبل العمر ديالها تكون شي 32 عام 33 عام، لقاونا الشرطه مقرده وملفوفه في شي بحال شي زور ومقرده. وخويا هادشي هذا راه هادشي راه تيخلع وهادشي تيحس في النفس. مدينة سالا راه ما معروفاش عليها الإجرام والقتيلة والذبيحة، مدينة مزيانة، طلعوا منا علماء، طلعوا منا شعراء، طلعوا منا ناس كبار، وهادشي هذا راه تيحس في النفس. وحنا كنتمناو هاد الناس اللي ارتكبوا هاد الجريمة ياخذوا أقصى العقوبات، ولما لا يكون الإعدام ديال بصح، يكون الإعدام اللي يطبق باش هاد السيدة هادي تقدر تكون خدات حقها هنا وتاخذ حقها لها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.